الآن التاسعة عشرة من الحدث. مساء الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج التاسعة عشرة، تمتد على مدى ساعتين، وهذه العناوين. بعد الموجة الأخيرة، انتقاد يمني لجدوى الضربات الغربية واتهام للحوثيين باستخدام أهالي الحديدة دروعا. من تكساس، الزائر القاتل يرعب الميليشيات الموالية لإيران في اليمن والعراق وسوريا. ترقب لرد حماس على مبادرة الأسرى، والجيش الإسرائيلي يضغط للهدنة. وزوبعة بن خفير متواصلة، والخارجية الفلسطينية تدعو لفرض عقوبات دولية. أهلا بكم. منذ ليال وليل الميليشيات متفجر ومشتعل، الضربات تلاحقهم، وآخرها جولة جديدة استهدفت الحوثيين بعد ساعات على استهدافات طالت نظراءهم في العراق وسوريا. إيران وفي أعقاب كل ضربة تخرج بالبيان نفسه وآخره الصادر من خارجيتها بعد الضربات على ميليشيا الحوثي، وتقول فيه إنها تندد وتصفها بأنها تتناقض مع مزاعم واشنطن ولندن بأنهما لا يريدان أن تتسع رقعة الحرب في المنطقة. الخارجية الإيرانية اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا بتغذية الفوضى والاضطرابات وانعدام الأمن والاستقرار، وكانت الطائرات الأمريكية والبريطانية شنت غارات عدة على معسكرات الحوثي في المجمع الرئاسي في العاصمة صنعاء شمال اليمن. وبعدها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت صاروخ كروز حوثيا كان معدا للإطلاق على السفن في البحر الأحمر عند الساعة الرابعة فجرا بتوقيت صنعاء. وأوضح الجيش الأمريكي أن القوات رصدت الصاروخ في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، ووجدت أنه يمثل تهديدا للسفن في المنطقة. في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم ميليشيات الحوثي إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 48 غارة جوية على عدة بلدات يمنية في الساعات الماضية. وأشار إلى أن الضربات الأمريكية البريطانية شملت محافظات صنعاء والحديدة وتعز والبيضاء وحجة وصعدة. قلل المبعوث الأمريكي الخاص السابق لإيران براين هوك في حديث للحدث من تأثير الهجمات الأمريكية التي استهدفت الحوثيين في اليمن، لأنها لم تطل مقدرات إيران مباشرة. أعتقد بأن هذه الهجمات سيكون لها أي أثر لردع النظام الإيراني الذي يستخدم وكلاءه لمهاجمة الجنود الأمريكيين. بايدن أعطى إيران إنذارا قبل 3 أو 5 أيام، قال أنه سيهاجم، فأي أفراد تم إجراءهم قبل الهجمات بفترة طويلة، لذلك لا أعتقد بأنهم قوض أي من قدرات إيران البشرية. لذلك فإن إدارة بايدن ليست غريبة بأي شكل حتى لمساواة إيران في الرد المعاكس. وحاليا ما نشهده هو أمريكا دائما تقوم برد الفعل.
وفي الإثر اتهم السفير اليمني لدى بريطانيا ياسين نعمان الحوثيين بتنفيذ هجمات ضد الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر في إطار المشروع الإيراني بحسب تعبيره. وقال السفير اليمني في لندن إن الحوثيين استغلوا مأساة غزة كمبرر للذهاب إلى تحقيق منهج إيران وأطماعها في المنطقة بحسب وصفه. اليوم كثير من البواخر لم تعد قادرة على أنها أو أعلنت مؤخرا أنها لن تأتي للمواني اليمنية، وهذا يشكل يعني فوق الكارثة التي يعيشها اليمنيون كارثة أخرى جديدة. الحوثيون وهم يتصرفون بهذا الشكل لا ينظرون إلى ما يعاني اليمنيين ولا يفكرون في مستقبل هذا الممر المائي الذي يعتبر ممر مائي عربي، وإنما يعملون في إطار محدد منهجي يقوم على أساس أن إيران وأطماعها في هذه المنطقة يجب أن تتحقق بأي صيغة من الصيغ، واستخدموا مأساة فلسطين مأساة غزة كمبرر للذهاب إلى تحقيق هذا المنهج أو الطريق الذي سيرنا عليه الآن، وخاصة الضربات التي وجهت إلى مواقع عسكرية إيرانية حوثية في اليمن أيضا قرأت توظيفها لتعطيل عملية السلام. كان رأينا دائما ولا زال رأينا أنه مثل هذه الضربات ليست كافية ولن تؤدي فعلا إلى ملاحقة هذا العمل الإرهابي الذي يقوم به الحوثيون. المنهج الرئيسي الذي يفترض أن يستخدم إذا أرادت فعلا أراد المجتمع الدولي أن يؤمن هذه المنطقة تأمينا كاملا من أي مخاطر إرهابية أو أطماع إيرانية مستقبلا، لابد من استعادة مؤسسات الدولة الشرعية، ولابد من دعم استعادة مؤسسات هذه المؤسسات اللي من شأنها بالفعل أن تؤمن الملاحة الدولية في المندب وعلى طول الشريط الساحلي. بدوره اتهم مسؤول يمني ميليشيا الحوثي باستخدام سكان الحديدة دروعا بشرية تحتمي بهم من الضربات الأمريكية والبريطانية. وأكد وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي في تدوينة على حسابه في منصة أكس أن ميليشيات الحوثي تنقل معداتها العسكرية والصواريخ للأحياء السكنية ومزارع المواطنين لجعلهم وممتلكاتهم عرضة للاستهداف ودروعا بشرية تحتمي بها أمام الضربات الأمريكية البريطانية. الآن ضرب النهدين منطقة السبع. بحث رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، كما ناقشا تداعيات هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني الذي يعاني بالفعل من إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. عفوا. ومن إيران شدد المبعوث الأممي لليمن هانس كرونبرغ على ضرورة السعي لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن، داعيا إلى استئناف عملية سياسية يمنية برعاية الأمم المتحدة.
من القاهرة ينضم إلينا المحامي ووكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي. أهلا بك أستاذ فيصل. أود أن أبدأ معك بكلام براين هوك المبعوث الأمريكي السابق إلى إيران، الذي يقول بأن هذه الضربات لن تؤثر في قدرة الحوثيين على القيام بالهجمات في البحر الأحمر. هل توافق على وجهة النظر هذه؟ مساء الخير عليكم المشاهدين الكرام. هذه التصريحات تعكس حقيقة الوضع بما يحصل من هذه الضربات. للأسف هذه التحركات الأمريكية تؤكد بأنه ليس لدى الإدارة الأمريكية أي خطة حقيقية بالتعامل مع القرصنة التي تحدث في البحر الأحمر، فقط ردات فعل. ويبدو لي ومن خلال متابعتي أيضا لردات فعل عديد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي وأيضا مجلس الشيوخ وكثير من المحللين الأمريكيين، أنها فقط انعكاس للضغوط التي تحدث على إدارة الرئيس الأمريكي بعد أن اتهم فعلا بالفشل في تعامله مع ميليشيا الحوثي وأيضا مع ميليشيات إيران ككل ومع الدولة الفارسية في المنطقة. ما لم حقيقة يحصل تطور ويحصل استهداف للهيكل القيادي لميليشيا الحوثي، فإن هذه الضربات ستعد لدى كثير من المراقبين أنها مجرد تلميع لميليشيا الحوثي التي تصرح بأنها لم تضرها ولن تضرها وبأنها ستستمر بهذا الشأن. طبعا هم يتخذون من غزة منصة إعلامية للادعاء بأنهم يناصرون هذه المظلومية، وهي حقيقة ليست أكثر من استغلال زائف لمعاناة الشعب الفلسطيني الذي يجد إجماع من الشعب اليمني بكامله بأنه تحت الاعتداء وتحت الإبادة. وبالتالي هذه الورقة التي يزايد بها ميليشيا الحوثي أصبحت ممجوجة، لأنها في حقيقة الأمر عكست حقيقة، أخذت الأضواء من غزة وأعطتها لميليشيا الحوثي، ومن ثم تفردت إسرائيل بعمل الكثير من المذابح، وميليشيا الحوثي التي تدعي بأنها تنصره تقوم بهذه الأفعال التي تضر الشعب اليمني. دائما ما نؤكد أنه 85% من حقيقة التجارة للشعب اليمني سواء المواد الغذائية أو الأدوية أو غيرها تأتي عبر البحر الأحمر، ومن ثم فإن ارتفاع الشحن قيمة الشحن وكذلك التأمين لإحضار هذه المواد ستنعكس على الشعب اليمني. إذن نحن أمام مغامرة لا تمت للشعب اليمني بصلة. طيب. وإنما أستاذ فيصل، إيران تتنصل من دعمها لهذه الجماعات مع كل ضربة، هل تعتقد بأنه بما أن إيران الآن تحت المجهر وتصرح بأنها غير مسؤولة عن هذه الأفعال الحوثية، يمكن أن تقطع دعمها للحوثيين على الأقل في الفترة الراهنة؟ هذه نكتة كبيرة أن إيران تتنصل من هذا الأمر. إذا كانت كذلك فلماذا في أكثر من مرة تصرح بأن ما يحصل في البحر الأحمر من بين الحوثيين والغرب سيوسع الصراع، وبأن أمريكا وبريطانيا تريد توسيع الصراع وليس العكس. حقيقة ما يحصل من قبل إيران هي فقط تريد أن بالفعل تتهرب من هذا الموقف، لكنها تفشل باعتبار أن الأسلحة والصواريخ حتى جرى فحص الكثير منها، وهناك تقارير للخبراء على مدى 7 سنوات تؤكد بأن هذه الأسلحة إيرانية، ومن مخازن الحرس الثوري الإيراني تم فحص عديد من المسيرات والصواريخ وتأكد بأنها من مخازن الدولة الفارسية. إذن نحن أمام حقيقة تناقض كامل من ميليشيا من إيران وميليشياتها في المنطقة، وأصبح العالم حقيقة يضحك من هذه التصريحات الإيرانية. ثم أننا حقيقة هناك سؤال كبير يضع نفسه الآن، لماذا تقوم الولايات المتحدة بإنذار ميليشيا الحوثي والميليشيات أيضا في المنطقة بموعد ومكان وزمان هذه الضربات؟ كأننا نرى بأن حقيقة إيران أو أمريكا حقيقة ترسم الخطة مع هذه الميليشيات والضربات. طبعا بالنسبة
بالنسبة للأسلحة والأهداف العسكرية كثير منها هو متحرك من قبل ميليشيا الحوثي، وكثير من هذه الأسلحة توضع بالفعل بين المواطنين الذين تتخذهم كأهداف. ما صح ذلك أستاذ فيصل؟ البعض يعتبر بأنه هذه مبالغات، بأنه اليوم يتم اتخاذ المواطنين دروعا بشرية تحديدا في الحديدة. يعني لدينا سوابق كثيرة، عدة مخازن للأسلحة انفجرت في صنعاء في جبل نقب، وأيضا بمدرسة للبنات وقتلت على إثرها عديد من الطالبات. وأنا أعتقد حقيقة أن هذا الأمر هو كاشف وليس مفاجئ لما يحصل، لأن هناك عديد من التقارير بالفعل بقيام ميليشيا الحوثي باستخدام المواطنين كدروعا بشرية. هناك تصريحات عديدة وتقارير مؤكدة عن أن ميليشيا الحوثي بالفعل تنقل مثل هذه الأسلحة إلى ما بين المواطنين، لعلمها بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي تورط فيما يتعلق بالدم اليمني، وبالتالي هي تريد أن حقيقة تضع الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين ليستا جادتين فيما يتعلق بعمل يضر ميليشيا الحوثي فقط ردات طيب. فعل نعم. وبالتالي بظل كل هذه حقيقة مثل هذا الأمر يجب أن نستفز العالم. طيب بظل كل هذه التطورات نرى بأن المبعوث الأممي يستأنف محاولاته لإعادة إحياء المفاوضات السياسية، كيف تقرأ ذلك؟ يعني هل من إمكانية اليوم في ظل الظروف الراهنة فعلا لاستئناف العملية السياسية في اليمن؟ عمليا الحوثي أحال العملية السلمية إلى الثلاجة، وبالتالي أصبح المبعوث الأممي عاطلا عن العمل. هو ذهب الآن ربما ليعيد بعضا من الحركة إلى إيران، لعلمه بأن القرار هو في طهران وليس في صعدة ولا في صنعاء، ومن ثم فقط أراد أن يذكر العالم بأن هناك مبعوث أممي وبأنه كانت هناك عملية سلمية. لم يعد هناك عملية سلمية حقيقية في اليمن، هناك قرع لطبول الحرب من قبل ميليشيا الحوثي. التعويل الأممي وتحديدا المبعوث الأممي جوردنبورغ الذي كان يعول على عملية سلمية الآن يجري نحرها من قبل ميليشيا الحوثي. هناك قصف يعني بيحان، هناك استهداف للجوف، هناك استهداف لمدينة تعز، هناك استهداف للضالع، هناك حشد حوثي لتعز، هناك مناورات عسكرية. الحوثي الآن ينظر للمناطق اليمنية كأنها إسرائيل، ويحاصر مدينة تعز كأنها غزة. إذن نحن نتحدث حقيقة عن سراب عملية سلمية. المبعوث الأممي لم يعد يجد عملنا الآن بعد أن أحيل إلى شكراً. شخص عاطل حقيقة، لكنه يريد من إيران أن تعيد له الحياة. شكرا جزيلا لك المحامي ووكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، كنت معنا مباشرة من القاهرة. في 19 أيضا ولكن بعد الفاصل. لفتت الأنظار بي ون، لماذا لجأت لها واشنطن لضرب الميليشيات؟ الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. اعرف الأخبار وتابع الحدث. رحى حروب لا تتوقف تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورمات وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان
والزمان والإنسان. أهلا بكم من جديد. من بين ثلاث قاذفات أمريكية اختارت واشنطن القاذفة بي 1 لتنفيذ مهمة الردع ضد الميليشيات الموالية لإيران في اليمن وسوريا والعراق. وبالرغم من أن لدى الولايات المتحدة أكثر من 800 قاعدة عسكرية تنتشر في أنحاء متفرقة في العالم، بينها 28 قاعدة في الشرق الأوسط، إلا أن سرب القاذفة بي 1 لا يتواجد إلا داخل الأراضي الأمريكية وتحديدا في قاعدة دايس الجوية في ولاية تكساس. وبين قاعدة دايس الجوية في ولاية تكساس واليمن أكثر من 13,000 كيلومتر، ولتنفذ القاذفة الأمريكية مهمتها في اليمن فإنها بحاجة لأكثر من 15 ساعة للوصول وشن غاراتها على مواقع الحوثيين. وفقا لنوعية الضربات، نجد أن اختيار واشنطن لهذه القاذفات كان نتيجة أسباب عدة. السبب الأول كما يقول محللون هو احتمال رفض بلدان في المنطقة أن يتم استخدام أراضيها التي تضم قواعد أمريكية منطلقا للهجمات على سوريا والعراق واليمن. أما الثاني فيتعلق بكون هذه القاذفات تعتمد على التكنولوجيا الرقمية بشكل أكبر، كما أن لها قدرة على ضرب أهداف متحركة ومتعددة في ذات الوقت. وهذا السبب أكدته مصادر يمنية، والتي أفادت بأن الغارات الأمريكية الأخيرة استهدفت مواقع أسلحة مدفونة على عمق كبير تحت الأرض في مستودعات تخزين في معسكر دار الرئاسة وجبل عطان في صنعاء ومحطة الرادارات المتحركة في البيضاء. كما أن بإمكان مقاتلة واحدة من البي 1 أن تقوم بمهام سربين من طائرات F-16 الهجومية، ونجد أيضا أن حمولتها من الأسلحة تفوق بكثير المقاتلات الأخرى، إذ تقدر حمولتها ب24 صاروخ كروز، فيما تصل حمولتها من الأسلحة غير الموجهة إلى نحو 34 طنا. وبالعودة إلى تصميم القاذفة الأمريكية، نجد أن إنتاج النسخة الأولى كان في مرحلة الحرب الباردة، وصممت أنذاك لتحلق على علو منخفض من أجل تفادي أنظمة الرادار السوفيتية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حمادي. أهلا بك سيادة العميد إلى 19. نحن ذكرنا سبب استخدام الولايات المتحدة للبي 1 التي استخدمتها من تكساس بدل أن تستخدم إحدى قواعدها العسكرية المنتشرة في المنطقة. هل تعتقد بأن السبب الذي ذكرناه ألا وهو رفع الحرج عن هذه الدول هو السبب الوحيد للجوء الولايات المتحدة إلى استخدامها 15 ساعة من الولايات المتحدة؟ مساء الخير. أنا لا أعتقد أنه هناك يعني حرج. الدول التي تتمركز فيها قواعد أمريكية، طبعا هذه القواعد غير مجهزة وليس فيها هذا النوع من الطائرات، هناك طبعا بأغلبها طائرات F-16 وطائرات F-15 على حاملات الطائرات، ولكن
أعتقد أنه هناك أكثر يعني من بعد لاستخدام هذه الطائرة. أولا يعني من الناحية التقنية يمكن القول أنه طائرة البي 1 تستجيب لهذا النوع من الأهداف، هي قادرة كما قلت على حمل 34 طنا من الذخائر، وبالتالي هي قادرة على أداء هذه المهمة عوضا عن مجموعة من الطائرات الموجودة في القواعد الأمريكية أو على حاملات الطائرات. ثانيا أعتقد أنه هناك مسألتين، المسألة الأولى هي المسألة المعنوية، يعني ندرك تماما حجم الضغط الذي تعرضت له إدارة بايدن للرد على الهجمات التي أوقعت 3 عسكريين أمريكيين، لذلك أنه انطلاق طائرة أو طائرات سرب من طائرات البي 1 إلى المنطقة قد يكون له هذا الواقع طبعا في داخل الولايات المتحدة، بأن الولايات المتحدة فعلا يعني يرى الجمهور الأمريكي الذي يطالب بهذا الرد ويطالب برد أكبر من الذي قامت به الولايات المتحدة، أنه فعلا هذه الطائرات القاذفات التي يمكن للجميع أن يدرك ميزاتها أنها فعلا انطلقت من الولايات المتحدة، وهذا من شأنه طبعا أن يعيد إلى حد ما الثقة بالإدارة الأمريكية. المسألة طبعا يعني الأخرى التي يمكن أن تضاف وهي مسألة عملانية، أنه في حال كان هناك ضرورة أو جولات قتال، فأنه الاعتقاد بأنه الأسلحة الموجودة في المنطقة هي فقط الأسلحة التي ستتدخل، كان هناك جواب أنه حتى الأسلحة الأمريكية الطائرات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني نتكلم عن بعد استراتيجي لأي معركة يمكن أن تحصل مع أي قوى في المنطقة، أنه حتى القاذفات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية هي جاهزة وقادرة لأن تتدخل، وبالتالي هذا يشكل نوعا من يعني لا أقول نوعا من التهديد، ولكن نوعا من القدرات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حال كان هناك ربما أي تهديدات تفكر بها طهران. سيد العميد، الأكيد بأنك يعني تستمع وتتابع الانتقادات بأن هذه الضربات هي شبه رمزية، بأنها لن تؤثر عمليا وتقنيا على قدرات الحوثي على متابعة هجماتهم، وهذا ما نراه يعني بالفعل بسبب استمرار هذه الهجمات. فيما لو أردنا الحديث من الناحية العسكرية التقنية البحتة، كيف أثرت هذه الضربات؟ يعني من أي ناحية شلت قدرات الحوثي؟ كيف أثرت على إمكانية؟ أعتقد أنا أن هذه الضربات الآن كانت ضربات لا تشبه سابقاتها، يعني كما قال البيان القيادة الوسطى القيادة المركزية الأمريكية، كان هناك مهاجمة لسبع مواقع موجودة على الحدود العراقية السورية، كان هناك فعلا يعني الضربات استمرت لنصف ساعة، ولكن المعلومات التي يعني وردت من مصادر عديدة تفيد أنه الانفجارات استمرت لمدة ساعتين، وكان هناك انفجارات في بنى تحتية وفي مخازن ذخائر ومخازن صواريخ موجودة في تلك المنطقة، مما يعني أنه إفقاد هذه الميليشيات القدرة على التحرك والمهاجمة نتيجة تفجير كل هذه الذخائر، وربما يعني كانت الولايات المتحدة هذه المرة على قدر كبير من الجدية. أنا يعني إذا وضعنا نفسنا مكان القيادة الأمريكية وحيث تمتلك كل هذه القدرات، هي طبعا ليست بوارد القول أنها في حرب مع طهران، هي في وارد القول أنه هي قادرة على الردع حيث تريد وساعة تريد، ولكن أنا أعتقد أنه ربما جدية الموقف التي استجدت من خلال التحضير لهذه الضربات وعندما اتخذ القرار بالرد، يعني أولا كان انسحاب المستشارين الإيرانيين من سوريا بشكل واضح وكبير، وهذا طبعا ما أدلى به حتى المرشد، يعني حين قال أنه نحن سننسحب ولسنا ولا علاقة لنا بكل الإجراءات التي تقوم بها الفصائل التي يعني تدعمها طهران، وبالعكس قال كلام يعني يدل أنه نحن ننفصل، إيران منفصلة عن كل العمليات التي تقوم بها الأذرع، وفي هذا أعتقد يعني نوع من
يعني الجدية التي فهمت فيها طهران هذه المرة هذه الهجمات. أن تقول طهران أن اليوم هي يعني تنسحب من سوريا وتوكل مهامها إلى حزب الله أو إلى فصائل أخرى، هذا أعتقد يعني تصريح إيراني وتراجع إيراني كبير جدا. أنا أرى أنه الهجمات طبعا ستستمر، وأنا أستشعر يعني وكأنه طهران اتخذت هذا الموقف وهو مشابه للموقف الذي اتخذته من عملية طوفان الأقصى، نأت بنفسها عن هذه العملية وشرعت الولايات المتحدة أن تضرب هذه الأذرع، وبالتالي أعتقد أنه أصبح حقل المعركة متصل ما من سوريا والعراق إلى البحر الأحمر، وأعتقد أنه هذا مجال لضربات كبيرة ستكون هناك، وإيران ستبتعد قدر الإمكان عن أن تكون جزءا من هذا من هذه الحرب. شكرا لك يعني. الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حمادي كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا لك. في 19 أيضا ولكن بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أسبوع حاسم. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاما بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقا في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. أهلا بكم من جديد. حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من خطورة اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مؤكدا ضرورة وقف النار في غزة لبدء مسار سياسي بخصوص القضية الفلسطينية. خطورة اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط اتصالا بالحرب في غزة، ما نشهده من تهديد للملاحة في البحر الأحمر، الأعمال العسكرية اللي تمت في سوريا وفي العراق، أيضا الأوضاع العسكرية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كلها تنذر بتفاقم الوضع والانزلاق إلى صراع أوسع. بدوره وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني أكد أن بلاده ترفض وتدين أي عمل قد يؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين.
pour qu'un cessez-le-feu immédiat ait lieu. موقف فرنسا ثابت. سوف ندين ونرفض أي عمل قد يؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين. نحن قلقون مثلكم من القصف الإسرائيلي في رفح. إلى ذلك قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يؤيد وقفا مؤقتا للقتال في غزة بما يسمح بإتمام صفقة تبادل للمحتجزين مع حركة حماس، وإن قادة الجيش أعربوا عن هذا الموقف للمسؤولين السياسيين لأنه لم ينجح حتى الآن في إطلاق سراح المحتجزين في عملية عسكرية، بالرغم من أن إطلاق سراحهم هو أحد أهداف الحرب، وأنه أي الجيش الإسرائيلي يسعى من خلال وقف القتال المؤقت إلى إعادة تنظيم صفوفه وصيانة المعدات العسكرية وتجديد الإمدادات، كما أنه يعتقد أن التهدئة من شأنها السماح بجمع المعلومات الاستخبارية وإعداد خطط عملياتية محدثة باعتبار أن الوضع على الأرض يتغير. وتابعت الهيئة نفسها أن الهدنة بالنسبة للجيش لا تعني الخروج من قطاع غزة بل الانتقال إلى وضعية أخرى، كما أنه سيبقى خلال الهدنة في المنطقة التي تقسم قطاع غزة إلى قسمين، مضيفة أن الجيش لن يسمح خلال الهدنة بعودة سكان غزة إلى منازلهم في شمال القطاع. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الرد المنتظر من حركة حماس بشأن اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين لن يصل الليلة كما كان متوقعا. ونقلت الهيئة عن مصدر رفيع المستوى قوله إن يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة يريد اتفاقا واضحا تكون مرحلته الأخيرة وقف الحرب على القطاع. رجح الجيش الإسرائيلي حسم العملية العسكرية في خان يونس في جنوب قطاع غزة في غضون أسبوع، ذاكرا أنه داهم موقع القادسية الذي يعتبر مقرا قياديا محوريا لحماس. من القاهرة ينضم إلينا عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا الدكتور عماد جاد. أهلا بك دكتور عماد إلى 19. إذن الجيش الإسرائيلي يريد وقفا مؤقتا للقتال في غزة ليصار إلى تبادل المحتجزين، من خلال اطلاعكم ومتابعتكم للوساطة المصرية هل هناك أي شيء جديد في هذا الإطار؟ يعني ما الموقف حماس من هذه الدعوات وهذه المساعي لإبرام صفقة تبادل الأسرى؟ مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين. أولا حماس لا تعتمد على قناة واحدة بل تعتمد على قنوات، وقد تكون هذه القنوات متعارضة وقد تكون متناقضة وقد تكون متنافسة، وبالتالي حماس تتأرجح ما بين القاهرة والدوحة طهران وهكذا، وبالتالي لا معلومة دقيقة لدى طرف محدد. النقطة الثانية أنه يبدو واضحا من خلال مقدمة حضرتك وما جاء في الأخبار العاجلة أن السنوار القائد العسكري الموجود على الأرض في غزة يريد ضوء في نهاية النفق بانتهاء العدوان. القيادة السياسية ربما تريد التقاط الأنفاس،
وبالتالي أنا أربط ذلك بالكلام الذي جاء على لسان مسؤول في الجيش الإسرائيلي أنهم يريدون التهدئة للإفراج عن المحتجزين، لإعادة التموضع، لجمع معلومات وهكذا. إذن هذا الكلام يعني من غير المعتاد أن يعلن، ده كلام يتعلق بالرؤية الاستراتيجية والعسكرية. صحيح، يعني ما مصلحتهم دكتور عماد بالفعل؟ يعني هذه النقطة كنت سأسألك عنها، ما مصلحتهم بأن يقولوا حقيقة دوافعهم للقبول بوقف إطلاق النار؟ لا، هو مصلحتهم واضحة وبسيطة جدا، أنه يخلي السنوار يرفض، لأن السنوار هو اللي في إيده القرار في غزة، وبالتالي تتزايد الفجوة ما بين القيادة السياسية، مكتب السياسي لحركة حماس الموجود في الدوحة، وبين القيادة المحلية اللي موجودة على الأرض. هو يعلم، يعني كلام الجيش الإسرائيلي بيقول له إيه؟ إحنا هناخد محتجزينا وبعديها هنخلص عليكم تاني، وهيبقى عندنا معلومات دقيقة وهنجدد الإمدادات. بس أكيد دكتور عماد، يعني هناخد بريك ونرجع. السنوار يدرك هذه التكتيكات الإسرائيلية؟ يعني السنوار يريد إنهاء العدوان، هو بدأه في 7 أكتوبر، يعني كانت بيده البداية، لكن النهاية بيد الحكومة الإسرائيلية التي تأمر الجيش، الجيش منفذ للمستوى السياسي، وبالتالي من بيده وقف هذا العدوان؟ بالتأكيد القيادة السياسية الإسرائيلية. القيادة السياسية الإسرائيلية ليس من مصلحتها وقف العدوان، وقف الحرب، لسبب بسيط للغاية، لأنه عنده 3 أهداف ما حققش ولا هدف. إذن نتنياهو لو أوقف العدوان معناها تفكك الحكومة، ومعناها ذهاب نتنياهو إلى السجن، ليس فقط اتهامات تتعلق بسبعة أكتوبر، لكن هناك قضايا أنا أعلم من خلال متابعتي الدقيقة أن قضايا فساد متهمة به زوجته سارة، وهو شخصيا متهم بها، وبالتالي سيذهب إلى السجن. وبالتالي هو من مصلحته استمرار هذه الحرب حتى لو ضحى بالمية 135 أو المية 137 اللي موجودين. طيب، ولكن ما هو مضحي ب700 ولا 600. صحيح، ولكن هذه النقطة الكل يدركها أيضا دكتور عماد، يعني حتى الداخل الإسرائيلي ممتعد منها، وهناك انتقادات له، يعني يدركون بأنه يريد إطالة أمد هذه الحرب لكي يتهرب من كل المحاكمات التي تنتظره. وبالتالي هذا أيضا يقودنا إلى التساؤل كيف يمكن أن يؤثر على الداخل. يعني لا يعقل بأنه الداخل سيبقى رهينة أطماع نتنياهو هذه. يعني هذا المشهد يذكرنا بمشاهد في دول عديدة من دول العالم الثالث، وهي أن رأس السلطة يضع مصلحته في الأولوية على حساب حتى مصلحة البلد، وبالتالي ماذا يمكن أن يفعل؟ مظاهرات قدام بيته أو قدام مقر الحكومة ماشي، لكن طالما الأحزاب اليمينية وسموتريتش وبنجفير وغيرهم موجودين معاه، حكومته عندها أكثر من 61 مقعد وستستمر. إمتى يضغط على نتنياهو يتهدد؟ لما ينسحب حد في حصة الحكومة، الائتلاف الحكومي تنزل عن 61، وبالتالي تنهار الحكومة. لكن هو حريص على هذه المسألة، وأنا أتصور أنه كأطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل لا يريد أن يختم حياته بهزيمة مذلة، وبالتالي يريد تحقيق الانتصار. لذلك هو مستعد للقبول بهدنة يجمع فيها ووا، ويتمنى أن ترفض حركة حماس كل الأطروحات حتى يقول هم رفضوا، وحماس لم ترد بالإيجاب، وبالتالي وصل العدوان. شكرا جزيلا لك، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا الدكتور عماد جاد، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا لك. انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات وزير الأمن القومي إتمار بن خفير التي هاجم فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال نتنياهو إنه يقدر دعم إدارة الرئيس الأمريكي لإسرائيل منذ اندلاع الحرب، مشيرا إلى وجود اختلافات في الرأي مع الولايات المتحدة لكنه تم تجاوزها بقرارات حاسمة. وأكد نتنياهو أن تفكيك حماس في قطاع غزة يتطلب مزيدا من الوقت، مشددا على أن إسرائيل لا
لن توافق على أي صفقة محتجزين بأي ثمن. إسرائيل دولة ذات سيادة، نقدر بشدة الدعم الذي تلقيناه من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ اندلاع الحرب، تسلح ودعم المؤسسات الدولية وإرسال قوات إلى المنطقة والمزيد. وهذا لا يعني أنه ليس لدينا اختلافات في الرأي، ولكن حتى اليوم تمكنا من التغلب عليها بقرارات حازمة ومدروسة. لست بحاجة لمعرفة كيفية إدارة علاقاتنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مع الوقوف بثبات على مصالحنا الوطنية. أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن خفير أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعرقل الحرب بقطاع غزة. تأتي هذه التصريحات في ظل أنباء عن منع دخول بن خفير الولايات المتحدة لأنه مدان بالانتماء لتنظيم إرهابي. وفي مقابلة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، أفاد بن خفير بأن بايدن بدلا من أن يمنح تل أبيب دعمه الكامل، ما زال منشغلا بتقديم مساعدات إنسانية ووقود لغزة والتي تذهب لحماس. واستطرد أنه لو كان ترامب في السلطة لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفا تماما مع إسرائيل. وذكر بغفير خطة تتمثل في تشجيع أهل غزة على الهجرة الطوعية لأماكن حول العالم من خلال منحهم حوافز مالية، مضيفا أن عقد مؤتمر عالمي ربما يساعد في إيجاد دول راغبة في استقبال اللاجئين الفلسطينيين، وأنه ما زال يعارض أي صفقة مع حماس تسمح بالإفراج عن آلاف الفلسطينيين المحتجزين بتهم الإرهاب. وعن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد بن خفير أنه أمام مفترق طرق وعليه أن يختار الاتجاه الذي سيذهب إليها. وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن خفير بالعنصرية والمحرضة على استكمال إبادة أهالي قطاع غزة وطرده من أرضه بالقوة. وقالت الخارجية الفلسطينية إن بن خفير يريد لكل مواطن فلسطيني في غزة أن يموت بالتجويع والتعطيش إذا نجا من القصف الإسرائيلي. الخارجية الفلسطينية طالبت المجتمع الدولي بفرض عقوبات دولية رادعة على وزير الأمن القومي الإسرائيلي باعتباره تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. من رام الله ينضم إلينا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني. أهلا بك أستاذ أحمد. إلى 19، ما طبيعة هذه العقوبات التي يعني تطالبون بفرضها على بن خفير، وكيف يمكن أن تؤثر على سلوكه ومواقفه في حال كان الهدف منها طبعا الحد من هذه المواقف التي وصفت أو وصفتها السلطة الفلسطينية بالعنصرية؟ بدون شك يعني بن خفير يجد دائما منصة أو منصات مختلفة في إسرائيل ليخاطب الجمهور اليميني المتطرف وأيضا الاتجاه العنصري والفاشي الذي بدأ قاعدته تتسع في المجتمع الإسرائيلي. وبن خفير يعني هو يواصل الهزيان السياسي العنصري اللي بيرتفع حدته ومستواه حتى لا يرى ولا يميز ما بين حلفاء وأصدقاء إسرائيل وما بين أعدائها. وبالتالي يعني هذا الهجوم اليوم اللي شنه على الرئيس بايدن وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعتقد أنه يعني يعني هو يريد أن يوجه رسالة لقاعدته الاجتماعية التي يعني أيضا تواجه اليوم إشكاليات فيما يتعلق بالمكونات المجتمعية الأخرى في المجتمع الإسرائيلي الذي يواجه ضغوطا مختلفة من استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة والأزمة الاقتصادية بما في ذلك أزمة الرهائن. لكن بكل الأحوال أنا أعتقد الكلام الذي تحدث عنه نتنياهو من حيث المضمون هو لا يختلف عن كلام بن خفير، وتحدث عن القرار المستقل لإسرائيل كدولة ذات سيادة، وتحدث متى إسرائيل تقول نعم وتقول لا، ومتى تختلف مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهو أيضا تحدث بوضوح أنه أن إسرائيل لا تقبل الاشتراطات ولا الضغوط الأمريكية عليها. لكن بكل الأحوال هي بلغة دبلوماسية وسياسية، لكن
ربما بذات طيب أستاذ أحمد، هذه التصريحات بغض النظر إن كانت بلغة دبلوماسية أو بلغة فجة على غرار لغة بن غفير، هل برأيك يمكن أن تترجم بطريقة ما؟ يعني هل المؤسسات الأخرى الإسرائيلية يمكن أن تأخذها وتشكل يعني خطط لها عملية؟ شوفي، تكوين الحكومة الإسرائيلية الحالية هو تكوين هو أقرب لخطاب بن غفير سيموتريتش أكثر منه لخطاب نتنياهو الانتهازي، والذي يحاول اللعب دائما على الكلمات، لأنه أيضا جزء مهم من الحزب الليكود هو يعني يميل أكثر نحو التطرف والعنصرية، وهو أقرب قليلا إلى حد ما إلى مساحة مع بن غفير وسيموتريتش. بكل الأحوال، المؤتمر الترانسفير الذي عقد قبل أسبوع تقريبا في القدس، واللي حضروا حوالي 30 عضو من الكنيسة و13 وزير، كان منهم أعضاء فاعلين ووزراء من حزب الليكود مشاركين، وهذا اللي بيعكس إلى حد كبير أنه الفواصل يعني ما بين يمين الليكود وما بين سيموتريتش وبن غفير لم تعد موجودة، وممكن نتحدث عن أنهم يعني يتحدثوا بلغة إيديولوجية وسياسية واحدة. بكل الأحوال، اللي عبر يعني بغضب عن 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 موقف بن غفير هو لبيد وغانس إلى حد ما، لكن يعني ما أريد أن أقوله بسرعة، أن الرئيس بايدن اتخذ قرار لفرض عقوبات على 4 من المستوطنين، وهذه عقوبات ربما هي سابقة الأولى من نوعها، وهي رحبنا فيها وهي مهمة، لكن لا يتحمل فقط هؤلاء المستوطنين 4 كل الجرائم الذي يرتكبها المستوطنين. الاستيطان والمستوطنين هي منظومة متكاملة، هي منظومة سياسية، هي جزء من سياسة الدولة، وبالتالي اللي يرأس هذا الاستيطان وهذا حزبين رئيسيين هم سيموتريتش وبن غفير اللي هم طيب أستاذ أحمد، اسمح لي أن أنتقل إلى فكرة أخرى، وهي قضية تبادل أو صفقة تبادل الأسرى التي تأخذ الكثير من الشد والجذب، خصوصا اليوم بعد تصريحات الجيش الإسرائيلي بأنه يريد وقفا لإطلاق النار لتحرير هؤلاء والاستعادة يعني قواته وتحديث معلوماته وصيانة معداته وغيرها. في ظل هذه التصريحات، هل تعتقد بأنه حماس يعني تقبل وتتنازل من أجل إتمام صفقة التبادل، أم بالعكس ستتشدد في موقفها أكثر؟ يعني أنا أعتقد أنه الخيارات عند نتنياهو وحماس باتت ضيقة للغاية في ضوء التوافق الذي حصل في مؤتمر باريس، وأعتقد أنه الفجوة التي كانت قائمة تم كل من الطرفين قدم تراجع خطوة إلى الوراء. حركة حماس كانت تريد صفقة واحدة، يعني وقف إطلاق نار شامل مع تبادل كامل لكل الأسرى، وترفض التدرج في الهدنة، وتريد يعني حتى لو كانت هذه الهدنة طويلة تريد أن ترى أفقا بوقف إطلاق نار شامل. إسرائيل أيضا كانت ترفض الصفقة الشاملة وتريد هدنة قصيرة، وأيضا ولا تريد وقفا شاملا واتفاقا شاملا لوقف إطلاق النار. كلا الطرفين مختلفين من حيث المبدأ على المدة وعلى الطريقة، أيضا هناك خلاف على العدد، على عدد المقابل لكل أسير إسرائيلي وما يقابله من الفلسطينيين. هناك أيضا خلاف على نوعية الأسرى الفلسطينيين ومن يحدد أسماءهم، هل حركة حماس تحدد أسماءهم أم إسرائيل؟ إحنا بنعتقد أنه كلا الطرفين يؤكد
اليوم كل منهم كان يؤكد أنه نعم. يعني لم يرفض المبادرة، ما زال متمسكا بها، علما كان الأمس الحديث مختلف تماما، كان الحديث أن كلا الطرفين يدرس وربما أن لديه اشتراطات ولديه نعم. يعني عقبات، وأنه لا من الممكن أن لا يستمر في هذه الصف. شكرا جزيلا لك، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، كنت معنا مباشرة من رام الله، شكرا لك. أهلا وسهلا. وبهذا نأتي إلى ختام الساعة الأولى من 19 دقائق، ونفتح ملفات الساعة الثانية، ابقوا برفقتنا. فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يومياً أمام أعيننا، محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأثى فراداً ولا تنشأ من عدم، بمنأى عن سابقات تمهد لها ولاحقات تتفرع عنها. تتداخل الوقائع، تتشابك الحقائق لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث. استوديو الحدث يوميا 9 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أكثر من 1,100,000,000 شخص يعيش تحت خط الفقر. في أكثر من 110 دول حول العالم، حيث يعانون من نقص في التغذية والتعليم والصحة. ورغم تصاعد التحذيرات من مخاطر ازدياد الفقر واتساع فجوته، ما زال العالم مستمراً في أزماته التي تدفع الملايين إلى الفقر سنوياً. الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص، وأناسا بلا عناوين. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ بسلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية
كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مارك عجار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي، مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. الآن 19 من الحدث. أهلا بكم إلى الساعة الثانية من 19، وإليكم أبرز عناوينها. واشنطن تروج لمزيد من الإجراءات في المنطقة، وغموض يكتنف استهداف إيران. الحكومة العراقية تحت ضغط الميليشيات، وفي البال رسالة واشنطن المهمة. أيام صعبة يعيشها الجيش البريطاني، الناتو يطرد حاملة طائراتها، وتقرير يحذره من الحروب الكبرى. على وقع صراع الدعم والجيش، مدارس ولاية جنوب السودان تفتح أبوابها. أهلا بكم. إذن بعد جولتي الضربات التي نفذتها خلال عطلة نهاية الأسبوع في سوريا والعراق واليمن، تعتزم الولايات المتحدة شن ضربات وإجراءات إضافية ضد الجماعات المدعومة من إيران. مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أشار إلى أن الضربات كانت أهدافا مشروعة، رافضا تحديدا ما إذا كانت واشنطن تستبعد شن ضربات داخل إيران. سوليفان أضاف أنه إذا ظلت أمريكا ترى تهديدات وهجمات فسوف ترد عليها، موضحا أنه سيكون هناك مزيد من الخطوات، بعضها مرئي وبعضها ربما غير مرئي. وقال: لن أصفها بأنها حملة عسكرية مفتوحة، وما حدث كان بداية وليس بداية ردنا وليس نهايته، مقللا من الانتقادات التي وصفت الهجمات الأمريكية بأنها جاءت ضعيفة ومتأخرة. نحن عازمون على شن ضربات إضافية وإجراءات أخرى لمواصلة توجيه رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة سترد عندما تتعرض قواتها للهجوم وعندما يقتل شعبها. وقبل قليل أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس النواب بأنه سيوجه الجيش باتخاذ تدابير إضافية ضد الحرس الثوري الإيراني والفصائل المرتبطة به إذا دعت الضرورة. وجدد بايدن اتهامه للمجموعات المسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني بتنفيذ سلسلة هجمات ضد مواطني الولايات المتحدة ومنشآتها في العراق وسوريا، مؤكدا أن هذه الهجمات شكلت تهديدا خطيرا للأفراد الأمريكيين وقوات التحالف
العاملة هناك إلى جانب القوات الأمريكية. وأضاف بايدن أن هذه الهجمات امتدت إلى دولة ثالثة عبر الهجوم الأخير على قاعدة تضم قوات أمريكية في شمال شرقي الأردن. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مغادرة 50 مستشارا من الحرس الثوري وحزب الله اللبناني من السواحل اليمنية باتجاه صنعاء. كذلك في سوريا، فقد تم نقل عناصر الحرس الثوري من الشرق إلى الجنوب، حيث استخدموا القوات السورية والروسية كغطاء بحسب وول ستريت جورنال. ولفتت الصحيفة إلى أن الغارات الأمريكية في اليمن والعراق وسوريا لم تقتل أي إيراني، في إشارة لتجنب المواجهة المباشرة مع طهران. إلى ذلك، تنقلت مواقع إيرانية تنشر صورة حمزة علوي، وهو من قيادات ميليشيات فاطميون الأفغانية التابعة للحرس الثوري، والذي يقول إنه قتل بالغارات الأمريكية على مواقع الميليشيات في دير الزور شرق سوريا. هذا فيما حذرت إيران الولايات المتحدة بشأن احتمال استهداف سفينتي تجسس يشتبه أنهما تعملان كقاعدة عمليات أمامية لقوات الكوماندوس الإيرانية. ونشر الجيش الإيراني مقطعا مصورا يصف فيه لأول مرة سفينتين أشاد وسافيس بأنهما مستودعات أسلحة عائمة، وقال إن سفينة بهشاد تساعد في مهمة إيرانية لمكافحة القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن، وحذر من أن استهدافها لن يمر دون رد. يذكر أن سفينتي بهشاد وسافيس مسجلتان كسفينتي شحن تجاريتين لدى شركة مقرها طهران، وفرضت عليهما الولايات المتحدة عقوبات باعتبارهما تابعتين لخطوط شحن إيرانية. من واشنطن تنضم إلينا أليسن ماكمانوس، مديرة قسم الدراسات الأمن القومي والسياسات الدولية في مركز التقدم الأمريكي للبحوث. أهلا بك سيدة أليسن. أبدأ معك من التساؤل المطروح والذي لم يجب عنه المستشار الأمن القومي الأمريكي: هل سيكون باعتقادك هناك ضربات توجه إلى الداخل الإيراني؟ شكرا لك على استضافتي في هذا البرنامج. سأتفاجأ إذا ما شهدنا ضربات من هذا القبيل، وإذا ما كان هناك ضربات على الأراضي الإيرانية. حتى الآن شهدنا مواقف واضحة من البنتاغون بأن الضربات سوف تطال الوكلاء، وقد ترك السؤال مفتوح بشأن الضربات ضد الداخل الإيراني، وربما هذا سيزيد من التصعيد الإقليمي. وأعتقد أنه في هذه المرحلة الإدارة ملتزمة بذلك. شهدنا بعض الضربات في المنطقة، وهناك دعوات في الكونغرس لضرب إيران مباشرة، لكن في هذه المرحلة أتوقع أن يكون هناك تردد من جانب الإدارة الأمريكية بشأن الذهاب في هذا الاتجاه. طيب، ماذا تعني رسالة بايدن سيدة أليسن إلى مجلس النواب؟ Can you clarify which message? هل لك توضحي ما هي الرسالة التي تتحدثين عنها؟
منذ قليل وجه رسالة بأنهم سيتخذون إجراءات إضافية عند الضرورة، هذا فضلا عن ما قاله جاك سوليفان بأن هناك إجراءات مرئية وسيكون هناك إجراءات غير مرئية. عندما نتحدث عن إجراءات غير مرئية ماذا يقصد؟ يعني عقوبات أو إجراءات من طبيعة أخرى؟ رئيس أوضح بجلة بأن الضربات التي نفذت يوم الجمعة لا تمثل نهاية الرد الأمريكي، ولقد شهدنا جولات من الضربات ضد ميليشيات الحوثي، وشهدنا في الأسابيع الماضية ضربات أيضا في العراق وسوريا. إذن هذه الجولة الأولى من الضربات نفذت ضد أهداف في العراق وسوريا، وهي بداية سلسلة من التدابير. والرئيس ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان قال إن بعض الإجراءات هي خفية، وطبعا هو لم يفصح عنها، والرئيس كان واضحا كل الوضوح، وكذلك مستشاره الأمن القومي سوليفان ووزير دفاع أوستن قالوا أنهم لا يرغبون في رؤية حرب إقليمية واسعة النطاق. إذن هناك طبعا رسائل تبعث إلى الكونغرس بأن هناك ضربات تتم في ظل استمرار إيران بدعمها للميليشيات، وهذا طبعا سوف يجر المزيد من الضربات، لكن لا أعتقد أنني سوف أرى أي ضربات ضد إيران في الداخل الإيراني. أيضا يعني ما يثبت وجهة نظرك سيدة أليسن ما قاله الرئيس أو يعني ما حذرت منه الإدارة الأمريكية بإمكانية احتمال استهداف سفينتي تجسس، تقول بأنهما تعملان كقاعدة عمليات أمامية لقوات الكوماندوس الإيرانية. لماذا هذا الحرص الأمريكي على تحذير إيران دائما قبل استهدافها؟ هذا سؤال الكثير من أعضاء الكونغرس يطرحونه، وإدارة بايدن انتقدت بشدة من قبل بعض أعضاء الكونغرس بشأن تحذير إيران قبل تنفيذ الضربات. وأستطيع أن أقول أنه كان واضحا عندما قتلت الميليشيات المدعومة من إيران 3 جنود أمريكيين، بأن هذا الهجوم سوف يكون له رد من الجانب الأمريكي. وطبعا الإدارة الأمريكية قالت إنها سترد في الوقت والمكان المناسبين. ندرك أيضا أن ثمة بعض القيمة في إبلاغ العالم بأن هذه الضربات سوف تتم، وهذا طبعا يساعد على الخفض التصعيد في المنطقة إلى حد ما، تجنبا لاتساع رقعة الصراع. إذن أعتقد مرة أخرى أن هذا سبيل يسمح لإدارة بايدن بأن العدوان الإيراني المستمر سوف يلاقى برد أمريكي دون أن يصل ذلك إلى مستوى ضرب إيران مباشرة أو توسيع رقعة الصراع في المنطقة. ولكن ألا تعتقد بأن هذا يمكن أن يكون له يعني رد مغاير؟ هو هناك حرص للإدارة الأمريكية على عدم توسيع رقعة الصراع، ولكن هذا الحرص يمكن أن يقرأه الإيرانيون وكأنه ضعف، وبالتالي يجعلهم يستأسدون أكثر في هجماتهم، وبالتالي ستذهب الولايات المتحدة مجبرة على المواجهة. لا أعتقد أن المواجهة مع إيران هو احتمال وارد أو شيء مؤكد.
ما شهدنا في المنطقة منذ 7 أكتوبر وتعرض إسرائيل للهجوم الكثير من التقلبات وعدم الاستقرار، وهذا ما استغلته إيران حيث قامت من خلال ميليشياتها في العراق وسوريا والإيران نفذ هجمات حوالي 160 هجوم ضد المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا. فقد رأينا إذن كيف أن إيران تستخدم هذه الظروف كفرصة لمضايقة الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الحالات تعطيل الأمور في المنطقة وزعزعة الاستقرار، وهذا لم يكن موجودا قبل الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين. وإيران ربما تريد أن تتجاوز خط أحمر حتى تجلب إليها ردا أمريكيا، والخط تم تجاوزه عندما قتل الجنود الأمريكيون 3. إذن الولايات المتحدة ترد، لا يمكن أن نقول أن هذه الضربات هي رمزية وإنما هي ضربات ترمي إلى إضعاف قدرات الميليشيات من خلال ضرب مخازن الأسلحة والصواريخ، وبالتأكيد هذه الهجمات أيضا تركز على قادة بعض الميليشيات. إذن الولايات المتحدة تقول هناك خطوط حمر لو تم تجاوزها سيكون هناك رد، لكن مواجهة مباشرة مع إيران أعتقد ستؤدي إلى حرب أوسع في المنطقة، ولو حد ما يمكن أن يهدئ الأمور هو إنهاء الصراع في غزة والعودة بعد ذلك إلى المسار الدبلوماسي الذي كان سائدا قبل 7 أكتوبر بغية استقرار المنطقة. وحتى الآن أعتقد أن الولايات المتحدة تدرك عن حق بأن عدم القيام أو القيام بضربات صغيرة قد يردع إيران، ولكن المزيد من الهجمات والردود سوف يؤدي المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. شكرا لك أليسن ماكمانوس، مديرة قسم دراسات الأمن القومي والسياسات الدولية في مركز التقدم الأمريكي للبحوث، كنت معنا مباشرة من واشنطن. شكرا لك. وفي 19 أيضا ولكن بعد الفاصل، مسلحون مجهولون يختالون قياديا في العصائب، Thank you.
أهلا بكم من جديد. اغتال مسؤولون مجهولون قياديا في ميليشيات عصائب أهل الحق في ميسان. وذكر مصدر أمني أن مسلحين مجهولين اعترضوا طريق المسؤول الأمني في ميليشيات العصائب وفتحوا عليه النار خلال مروره في طريق في منطقة الحي العسكري في وسط مدينة العمارة. تفقد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني الجرحى والمصابين من المدنيين والعسكريين في الاعتداء الأمريكي الأخير على منطقتي عكاشات والقائم، حيث كان أعلن الحداد العام على ضحايا القصف. العوات سيدي بطل الإصابة في مفصل الركبة الأيسر وهسه يتمثل للشفاء إن شاء الله. الحمد لله أصابته طفيفة. طيب إن شاء الله. شلونك؟ طيب إن شاء الله. أنا سألتك قولي الأستاذ. شنو إصابته؟ إصابته سيدي بالكتف الأيسر وإصابة بالقدمين سيدي، وتم إجراء لازم والتداول وضمان ورجل بطل يعني أبد ما تعبد. سيدي أبطال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله سيدي. الله يحييك. الله يسلمك. الله يستر عليك. طيب. الله يعطيك. سيدي. نعم سيدي بس رضوض. الحمد لله. عليكم. تفضل ارتاح. مع السلامة. العوات سيدي بطل الإصابة في مفصل الركبة الأيسر وهسه يتمثل للشفاء إن شاء الله. الحمد لله أصابته طفيفة. طيب إن شاء الله. شلونك؟ طيب إن شاء الله. أنا سألتك قولي الأستاذ. شنو إصابته؟ إصابته سيدي بالكتف الأيسر وإصابة بالقدمين سيدي، وتم إجراء لازم والتداول وضمان ورجل بطل يعني أبد ما تعبد. سيدي أبطال. السلام عليكم. كما في اليمن كذلك في العراق وسوريا كثر الحديث عن إخلاء الفصائل الموالية لإيران معظم مواقعها قبل أن تتعرض للقصف الأمريكي، واتخذت كل الإجراءات الاحترازية، ما دفع الكثيرين إلى الحديث عن مصطلح المسرحية. المزيد مع الزميل محمود الواوي. مساء الخير محمود. مساء النور كريستيان. أكثر الضربات الأمريكية في سوريا طالت مواقع أخلتها الفصائل مسبقاً، هذا ما كشفه مصدر أمني عراقي لموقع أساس، موضحا أن واشنطن أبلغت بغداد بالمواقع التي تنوي استهدافها. وهنا يشير الموقع في تقرير له إلى أن الاتصالات بين العاصمتين أدت إلى تواري بعض قادة الميليشيات ومن بينهم أكرم الكعبي زعيم الميليشيا النجباء عن الأنظار. المصدر الأمني العراقي تحدث عن ثلاثة أسباب تقف خلف التنسيق الأمريكي العراقي. أولا، واشنطن لا تريد وفق المصدر إحراج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في حال تسببت الضربات بأضرار جسيمة على الصعيد البشري. ثانيا، واشنطن تحاول ألا تتسبب بأضرار للمحادثات التي تنوي خوضها مع حكومة بغداد في إطار الترتيبات والاتفاقيات الأمنية حول سحب القوات، قوات التحالف طبعا، من العراق. أما ثالثا، فيرى المصدر الأمني العراقي أن السوداني لعب دورا مهما في الضغط على الفصائل المسلحة بعد ضربة البرج 22 عندما هدد بالاستقالة من رئاسة الوزراء إن لم تعلق كتائب حزب الله استهداف القوات الأمريكية، وهذا ما حصل. هنا يروي تقرير أساس أن ضرب البرج 22 جعل الإدارة الأمريكية تنقسم حيال كيفية الرد، فاستخبارات البنتاغون الدي آي اي جنحت إلى ضرب الأهداف تتبع لإيران بشكل مباشر كسفن التجسس في البحر الأحمر، في حين أيدت السي آي اي ضرب الفصائل الإيرانية
وليس إيران. وما كان من الرئيس الأمريكي جو بايدن وفق التقرير إلا أن يميل نحو رأي مديري وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز، فاختار بايدن عدم توجيه ضربات مباشرة لإيران. هذا وينقل التقرير عن مصدر إقليمي مسؤول قوله إن واشنطن فتحت قنوات تواصل مع إيران عبر سويسرا وسلطنة عمان قبل ساعات على الضربة، وذلك بهدف الاتفاق على شكلها ونوعها. المصدر يكشف أيضا أن الإدارة الأمريكية حاولت إقناع إيران بتوجيه ضربة لموقع غير استراتيجي في الأراضي الإيرانية تستوعبها إيران ولا ترد، ولكن طهران رفضت وأكدت الرد مباشرة على القوات الأمريكية في المنطقة إن استهدفت الداخل الإيراني، وكان القرار بضرب مواقع في سوريا والعراق. هذا ما لدينا كريستيان حول ما كشفه موقع أساس عن الضربة الأمريكية. عودة لك. شكرا جزيلا لك محمود على كل هذه التفاصيل. انضم تحالف الفتح في مجلس النواب العراقي إلى قافلة المطالبين بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وذلك بحسب رئيس التحالف هادي العامري الذي اتهم واشنطن باستغلال الأزمة لإعادة الإرهاب إلى العراق على حد قوله. حان الوقت أن يتم إخراج هذه القوات وعدم السماح لها بالبقاء يوما واحد في أرض العراق. لقد قتلوا من أبناء شعبنا الكثير وحان الوقت لخروجهم. وجودهم هذه الضربة لأبناء الحشد الشعبي وهي مقرات واضحة لهم، دليل على أنهم يريدون أن يعيدون الإرهاب مرة أخرى. بدوره طلب زعيم ميليشيات الحشد الشعبي العراقي فلاح الفياض رئيس الحكومة محمد شيع السوداني بالحفاظ على سيادة العراق وطرد قوات التحالف الدولي من البلاد على خلفية الضربات الأمريكية الأخيرة ضد مواقع الميليشيات. ومن هذا الموقع نشد على يد السيد الرئيس رئيس الوزراء بأن يقوم بكل ما عليه من أجل الدفاع عن سيادة وكرامة وعز العراق، ولن يكون ذلك إلا بمغادرة هذه القوات لأرض العراق تطهر أرض العراق من كل وجود أجنبي. يعيدنا صوت الميليشيات العراقية المطالبة بخروج فوري للقوات الأمريكية إلى الأذهان رسالة أمريكية سلمت الشهر الماضي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وصفت بالمهمة وبقيت طي الكتمان. الشرق الأوسط كشفت أن الرسالة تدور حول ترتيبات انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، خاصة بعد الضغوط التي تواجهها الحكومة الاتحادية من الميليشيات الموالية لإيران في العراق. مصادر الشرق الأوسط أضافت أن واشنطن أوضحت في رسالتها طريقة انسحاب التحالف وجدوله الزمني والالتزامات الاقتصادية والأمنية المطلوبة من بغداد لتحقيق ذلك. لكن الرسالة أشارت أيضا إلى أن المفاوضات الفنية لترتيب انسحاب التحالف ستكون صعبة وستأخذ فترة طويلة لتسوية كافة القضايا العسكرية. وحول هذه القضايا أكدت واشنطن لبغداد أن انسحاب التحالف لن يثنيها عن شن هجمات رادعة على الميليشيات الموالية لإيران في العراق. هذا وتدور في بغداد حوارات مكثفة بين القوى السياسية العراقية في محاولة للخروج بطريقة مناسبة للتعاطي مع هذه الرسالة التي وصفها مراقبون بالخطوة المفاجئة.
ومن بغداد ينضم إلينا المحلل السياسي حمزة مصطفى. أهلا بك أستاذ حمزة. كيف تعتقد بأن القيادة العراقية تحديدا رئيس الحكومة يمكن أن يتعاطى مع هذه الرسالة؟ نعم، شكرا جزيلا لك والمشاهدين الكرام. نعم، الحقيقة الرسالة الأمريكية جاءت ردا على طلب عراقي كان قد بعث به رئيس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني عندما حصلت الضربة الأمريكية لموقع في بغداد وقتل على أثرها قيادي في الحشد الشعبي التابع إلى فصيل النجباء، وكانت الضربة في قلب بغداد في شارع فلسطين. على أثر ذلك أعلن رئيس الوزراء أن هذا أولا عدوان وصفه، وأن هذه الضربة أو هذا القصف الذي هو خرق للسيادة العراقية أيضا سيقوض جهود العراق والتحالف الدولي بشأن الكيفية التي ممكن أن تحدد علاقتهم المستقبلية، وأعلن عن تفعيل لجنة ثنائية بين الطرفين بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. على أثر ذلك بعثت رسالة إلى واشنطن، ولكن تأخر الرد الأمريكي وحصلت التداعيات المعروفة، ثم تسلم وزير الخارجية العراقي رسالة وصفها بأنها بالمهمة. وبالفعل كما ذكرتي أنت في التقرير هذه هي تقريبا أهم النقاط التي وردت فيها. على أثر ذلك تم تشكيل اللجنة الثنائية وبدأت أعمالها حوالي قبل أكثر من أسبوع في بغداد لبلورة كيفية مهام هذا التحالف، هل هو انسحاب، إعادة تنظيم، متى سيستمر. العملية بدأت تقريبا بشكل أو بآخر، ولكن في غضون يومين أو ثلاثة من بدء هذه العملية حصلت ضربة التلف التي أدت إلى مقتل 3 جنود أمريكان وجرح أكثر من 40 واحد. تعقد الموقف جدا بين الطرفين، ثم هددت الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ ضربات على العراق ونفذتها بعد حوالي أيام. اليوم بالذات قبل حوالي ساعة تقريبا ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم كل القوى السياسية التي تدعم الحكومة ويضم 280 نائب من نواب البرلمان العراقي من مجموع 329 نائب خول رئيس الوزراء بالتعامل مع التحالف الدولي. يعني هو لم يتحدث هذا ائتلاف إدارة الدولة عن يعني انسحاب، وإنما خوله عن طريقة العلاقة الجديدة مع التحالف الدولي التي ممكن أن تفضي إلى انسحاب هذا التحالف. طيب بالفعل، وإضافة إلى ذلك استمعنا إلى ما قاله هادي العامري وما قاله قياديون آخرون، ولكن بالرسالة كانت الولايات المتحدة واضحة بأن هذا التفاهم فيما لو أبرم بينها وبين بغداد لن يثنيها على شن الضربات على الميليشيات الإيرانية في الداخل العراقي. وبالتالي في ظل هذا الإصرار الأمريكي والمطالبات القديمة الجديدة اليوم بضرورة الانسحاب، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على طريقة صياغة بغداد لهذا التفاهم؟ هنا لدينا أكثر من مسار في هذا الموضوع. طبعا خطب الزعماء وغيرها في هذا الأمر طبيعية، في لحظات احتدام عاطفي وتشييع شهداء وغيرها ممكن الحديث في هذا الجانب، ولكن في الجانب السياسي أتحدث. هنا لدينا أكثر من مسار. أولا القوى السياسية العراقية سواء كانت على مستوى الفصائل أو القوى المشكلة للحكومة لديها الآن حوارات قسم منها غير معلن مع العديد من الفصائل المسلحة، وبعضها أثمر. الجهود التي بذلها رئيس الوزراء قبل فترة أثمرت عن تحييد واحد من أكبر الفصائل المؤثرة جدا في العراق، وهو كتائب حزب الله العراقي، الذي أعلن في بيان صريح أنه علق عملياته من أجل أن يتيح للحكومة، أو حتى قال بالبيان دفعا لإحراج الحكومة، وبالتالي ممكن أن تأخذ الحكومة وقتها في هذا الجانب. هناك فصائل أخرى لم تلتزم، ولكن أتوقع الآن في ظل فيما صدر اليوم عن طريق ائتلاف إدارة الدولة والذي يضم أيضا هذا الائتلاف قوى الإطار التنسيقي كلها، وهي القوى الشيعية الرئيسية في العراق والتي لها تأثير على العديد من الفصائل، طالما تم تخويل رئيس الوزراء هذا التخويل الكامل من قبل كل القوى السياسية، ربما وأتوقع أن هناك مسار آخر على صعيد التفاهم مع بعض الفصائل لغرض منح فرصة للحكومة، طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية صحيح نفذت الضربة، ولكن حتى الآن هي
تنظر ردود الفعل، إذا كانت هناك عمليات أخرى ربما تستأنف الضرب مرة أخرى، وهذا سيعقد الموضوع أكثر بكثير. لكن إذا لم تضرب الفصائل، والولايات المتحدة أيضا التزمت بالتوافق الذي يعني يكون عن طريق اللجنة الثنائية، أتوقع أن الأمور ممكن أن تمضي بطريق هادئ. لكن هذا طبعا حتى الآن هي في إطار التكهنات، ننتظر أيام قلائل حتى يتبين فيما إذا كانت الفصائل تضرب أو أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت أن عملياتها في العراق هي ليست مرة واحدة وأن مرات عديدة ممكن أن تستأنف في بين لحظة وأخرى. كل هذا المسار يتوقف على الأفعال للأقوال. إذا كانت هناك أفعال من الطرفين، فصائل الولايات المتحدة، سيتعقد المسار. لكن إذا كلا الطرفين تصرف بهدوء، أتوقع أن المسار يمضي بشكل طبيعي، وإن كان يستغرق وقت، لكن على الأقل تبدأ الخطوة الأولى الصحيحة. طيب أستاذ مصطفى، على صعيد آخر، هل هناك أي تفاصيل عن عملية اغتيال القيادي في ميليشيات عصائب أهل الحق في ميسان؟ لا، حتى الآن الحقيقة لم يصدر أي رد فعل. صحيح هو الخبر صحيح، انتشر كثيرا هذا الخبر، ولكن الجهة التي ينتمي إليها وهي عصائب أهل الحق لم تصدر على حد علمي حتى اللحظة بيان بهذا الشأن، ولم يصدر هناك اتهام لأي جهة، ولا أيضا الحكومة المحلية في ميسان لم تصدر بيان، فقط خرج بيان وخرج الصورة للرجل الذي تم اغتياله، ولكن بالتأكيد ستكون هناك بيانات يعني في بشأن حملية الاغتيال، لأنه حصلت تصفيات سابقا، هذا أمر موجود، ولكن الآن ليس هناك يعني عمليات احتدام بين بعض الفصائل فيما بينها هذه الصور، ولكن المسار طبيعي الآن. نعم أستاذ مصطفى، هذه الصور للقيادية في ميليشيات عصائب أهل الحق، صور متداولة للقيادي الذي تم اغتياله، تقول بأنه الآن لا يعني على ما يبدو ليست عملية تصفية. طب ماذا يمكن أن تكون إن استبعدتم التصفية أو أمور داخلية؟ إذا لم تكن عملية تصفية بمعنى خلافات أو صراعات سياسية بين جهات بين نفس الجهات، ربما تكون عملية جنائية أو يعني أي مسمى آخر أو خلاف عائلي، يعني بالنتيجة هو إنسان ولديه أيضا علاقات أو كذا. إذا صدر هذا الشيء، أنا قبل أدخل السودة يعني سويت أبديت، لم أجد ما يشير إلى بيان أو توضيح، ولكن ما تقولينه الآن أنه طالما ليست عملية تصفية ربما عملية جنائية أو خلاف أو شيء من هذا القبيل. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي حمزة مصطفى، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا لك. أيضا في 19 ولكن بعد الفاصل، استبعاد حاملة طائرات بريطانية من أكبر مناورات للناتو. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. كونهم في الخطوط الأمامية من قلب الأحداث،
يعرفون جيدا التأثير الذي يمكن أن تحدثه معطيات الأخبار وأهميتها، فالأمر لا يتعلق بإيصال الأخبار فقط بل لأن الإنسان محورها. أحييكم من جديد. دعا وزير الدفاع البريطاني جرانت تشابس إيران إلى ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد، حيث أشار جرانت تشابس إلى أنه ليس من مصلحة أحد أن تتطور الأحداث إلى صراع إقليمي. كما كرر وزير الدفاع البريطاني موقف بلاده الذي يسعى إلى حل الدولتين والاعتراف بفلسطين، مؤكدا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتطلب ضمانات أمنية لإسرائيل بحسب تعبيره. لن تبحر حاملة طائرات بريطانية كان من المقرر أن تقود أضخم مناورات للناتو منذ الحرب الباردة بسبب خلل تقني. البحرية الأمريكية أو الملكية البريطانية كشفت أن حاملة الطائرات كوين إليزابيث لن تبحر كما كان مقررا بعد اكتشاف مشكلة في مروحتها أثناء عمليات الفحص النهائية. حالة من الغموض وعدم اليقين تعيشها القيادات العسكرية البريطانية مع استمرار تراكم التحديات التي تواجه الجيش. وفي ظل تلك التحديات يبدو أن إعلان البلاد عن موجة ثالثة من الضربات على الحوثيين في اليمن سيفاقم الوضع أكثر. كيف ذلك؟ يجيب تقرير أعدته لجنة الدفاع في بريطانيا أن جيش البلاد بات الجيش الأضعف بين جيوش المملكة المتحدة، مستدلا في توصيفه ذلك بقوله إن الجيش أصبح يعاني من قصور كبير في القدرات كنقص المركبات والدبابات وحتى الذخيرة. كما يؤكد تقرير اللجنة نقصا حادا في قوات وتجهيزات الجيش البريطاني تحت مسمى حجاب السرية. معطيات استند عليها التقرير بحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل لتحذير جيش البلاد من التورط في حروب كبيرة. تقرير اللجنة ليس الوحيد الذي أقر بتراجع قدرات الجيش البريطاني، فقبل أيام فجر اللورد ألين ويست قائد قوات البحرية البريطانية الأسبق قنبلة من العيار الثقيل حين قال إن الجيش أصبح ضعيفا للغاية ويعاني من نقص كبير في العتاد والمقاتلين. وفي خطوة نادرة حث النواب العسكريون والوزراء البريطانيون على زيادة الشفافية حول هذه النقائص لتسريع معالجتها. ويسلط التقرير الضوء على قضايا الاستعداد للحرب بما في ذلك الاستثمار المستمر الضروري لخوض حرب عالية الكثافة على الرغم من انفاق مبالغ ضخمة على الدفاع الوطني. بطبيعة الحال هذا التقييم فتح جدلا واسعا حول أسباب تراجع القدرات القتالية للجيش البريطاني، وهو الذي ظل لسنوات من بين أقوى الجيوش ليس فقط في المملكة المتحدة ولكن في العالم كله. ومن خلال تقديم نظرة حول حجم التحدي الذي يواجهه الجيش والبحرية الملكية والقوات الجوية الملكية، نجد أن ذخيرة القوات المسلحة سوف تنفد في غضون أيام قليلة في حال
طلب منها القتال. كذلك تفتقر بريطانيا إلى القدرة على الدفاع عن أجوائها ضمن مستوى الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي تتحملها أوكرانيا مثلا. وإذا تعمقنا أكثر سيتضح أن الجيش سيستغرق من 5 إلى 10 سنوات حتى يتمكن من نشر فرقة قتال حربية قوامها حوالي 30,000 جندي مدعومين بالدبابات والمدفعية والمربحيات. إضافة إلى كل هذا فإن حوالي 30% من القوات البريطانية التي هي في حالة تأهب هم جنود احتياط غير قادرين على التعبئة ضمن الجداول الزمنية لحلف الناتو. إضافة إذن إلى كل هذا فإن حوالي 30% من القوات البريطانية التي هي في حالة تأهب قصوى هم جنود احتياط غير قادرين على التعبئة ضمن الجداول الزمنية لحلف الناتو. ومما يزيد الطين بلة فإن غالبية أسطول المركبات المدرعة للجيش بنيت منذ حوالي 30 إلى 60 عاما، وبالتالي سيكون من الصعب جدا استبداله بالكامل في فترة وجيزة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الباحث في الشؤون الأوروبية والدولية الدكتور فؤاد عبد الرازق. أهلا بك دكتور فؤاد. هل فعلا يعني وضع الجيش البريطاني مأساوي إلى هذه الدرجة أم هناك مبالغات؟ مرحبا بحضرتك. في الواقع هذا التحليل من خلال الصحف أكثر قتامة من التقرير. أولا هذا تقرير لجنة الدفاع، وهي لجنة وزارية مشتركة بمعنى تجمع معظم الأحزاب البريطانية فيها، وبالتالي فتقريرها أقل قتامة بكثير مما أتى عليه أقوال الصحف أو ما ذكرتموه الآن. التقرير بيّن الأسباب التي تكمن وراء ذلك. التقرير يتحدث عن إمكانية يعني شن حرب أو خوض حرب شاملة مع جيوش نظيرة لها، ولكن هذا لا يمنع أن بريطانيا ما زالت تتمتع بالقدرة على مواجهة أي مشكلات تحدث في ذي المدى القريب وليس بهذه القتامة. التقرير عدد الأسباب التي أدت إلى ذلك، منها أنه هناك عدم إقبال من البريطانيين على الدخول إلى الجيش وتطوعي وليس إجباري، وأيضا هناك نقص في المعتاد والعتاد. هناك من يرجحها إلى أنها أسرفت كثيرا في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا في هذا المجال، وهذه أسباب سيقت. أيضا هناك يعني ما قيل على لسان وزير الدفاع شابس بأن المخاطر أصبحت كبيرة، وأننا في مرحلة يعني ما قبل الحرب بعد أن كنا في مرحلة ما بعد الحرب، وصنفها بالبوست وور والبري وور، فهذا أيضا خطير. أيضا ذكر التهديدات الكثيرة التي تواجهها بريطانيا، سواء في مواجهة روسيا، مواجهة الصين. سأعود معك دكتور فؤاد إلى التهديدات وتداعيات هذا النقص ويعني هذا الضعف الطارئ على الجيش، ولكن هل تعتقد بأن بريطانيا أو تملك القدرة لمعالجة كل هذه الثغرات خصوصا فيما يتعلق بالعنصر البشري؟
هي قادرة على ذلك. يعني الشيء الجيد هنا أن هناك تشخيص للمرض والأعراض وكيفية الحل. يعني فهناك ممكن تكون هناك حملات لتجنيد الشباب في الجيش، هناك رفع المعنويات، رفع الزيادة، هناك أيضا خطة أيضا أشار إليها وزير الدفاع بأنه يريد أن يكون نصيب القوات المسلحة بحوالي 2.5%، وكان الأصل 3، ولكن 2.5 من إجمالي الناتج القومي هو رقم لم يصل إليه بعد، ولكن الظروف الاقتصادية تحول دون الوصول إلى هذا الهدف. فهناك تهديدات كثيرة كما قلنا، ولكن هناك عمل على هذا الموضوع. الذي فجر الموضوع أيضا هو موضوع يعني حاملة الطائرات. هناك حاملة طائرات في بريطانيا هم كوين إليزابيث و برينس اوف ويلز، فالأولين سحبت من التدريبات والمناورات التي يجريها حلف شمال الأطلسي الناتو بعد حدوث عطب كما أشرتم، وهذا أيضا سيقلل من قدرتها على توجيه سلاح الطيران باتجاه الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة الحوثيين، ولكن هذه ستستبدل ببرينس اوف ويلز، ويمكن حل هذه الإشكالية على هذا النحو. شكرا جزيلا لك الباحث في الشؤون الأوروبية والدولية الدكتور فؤاد عبد الرازق، كنت معنا من لندن، شكرا لك. شكرا. حث المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي طرفي الصراع في السودان على ضرورة السعي لوقف إطلاق النار فورا، داعيا إلى ضرورة توفير المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين من الحرب أينما كانوا دون عوائق. وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت إن غراندي يزور السودان للاطلاع بشكل مباشر على تأثير الصراع والالتقاء بالعائلات التي أجبرت على الفرار. بعد انقطاع ليومين عادت خدمة الاتصالات في مدينة الفاشر السودانية بولاية شمال دارفور، في وقت يتواصل فيه الانقطاع في عدد من مدن دارفور ومدن الوسط. توازيا حذرت لجان مقاومة مدني من كارثة إنسانية وشيكة في ولاية الجزيرة بسبب انقطاع الأدوية والخدمات الطبية. ولفتت اللجان إلى أن الوضع الإنساني أدى إلى نزوح أكثر من 500,000 من مواطني الجزيرة. أعلنت وزارة التربية والتوجيه في ولاية جنوب دارفور غرب السودان فتح المدارس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وقالت الوزارة إن القرار جاء بناء على توصية من إدارات المراحل التعليمية في جنوب دارفور لعودة الطلاب إلى المدارس واستئناف العملية التعليمية التي توقفت بسبب المعارك بين الجيش والدعم السريع التي خلفت أضرارا كبيرة في مناطق عديدة. أكثر من 100 من الفنانين السودانيين النازحين لم يجدوا ملاذا سوى دار الأدباء والفنانين في مدينة بور سودان في ولاية البحر الأحمر لتكون مركزا لإيوائهم، بعد أن قرر اتحاد الفنانين والأدباء تخصيصها لهم للتخفيف من معاناتهم وبحث إمكانية توفير سبل العيش الكريم لهم وسط ظروف اقتصادية صعبة اضطرتهم لبيع مقتنياتهم لإعانتهم في تدبير نفقاتهم. لم يجد هذا الفنان وزملاؤه الذين تجاوزوا 100 ملاذاً سوى دار الأدباء والفنانين في بورت سودان لتكون مركزاً لإيوائهم بعد رحلة نزوح بسبب الحرب التي تسببت في فقدانهم لمصدر رزقهم. زي ما بيقولوا ده أكل عيشنا، يعني نحن بنشتغل في الحاجة دي فأسي من فترة طويلة جداً ما في أنشطة. أنت وأنت عندك مسؤولياتك اتجاه بيتك واتجاه أسرتك واتجاه أهلك، فكشغل أنت تأكل منه عيش الحاجة دي ما متوفرة بالنسبة للفنانين في الموجودين في السودان حالياً.
المعارك الدائرة بين الجيش السوداني والدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي تسببت في نزوح أكثر من 10 ملايين سوداني من ديارهم وفق إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة، أحدهم مزمل التراكي الذي لم يستطع منع دموعه وهو يروي كيف نجا بحياته من الموت، وهو اليوم يحاول التمسك بالأمل في أن يحل السلام في بلاده. في محاولات يعني دائما إنه الناس تجدد تشتغل يعني كل مرة لازم نمتص الرهق النفسي ده من الناس، لأنه انت زي ما قلت لك قبل لو ما بقى في هوب وفي امل في بكره وانه لو الحرب دي هتقيف وحيجي السلام وكذا ما يعني الناس هتموت بالاحباط. عارف هذه الغرفه التي تتناثر فيها آلاتهم هي مأواهم، وهكذا يقضون وقتهم في تدريب زملائهم. ظروفهم الاقتصادية الصعبة لم تفرق بينهم وبين آلاتهم الموسيقية، بل لجأوا إلى بيع مقتنياتهم الأخرى لتدبير نفقاتهم. أما اتحاد الفنانين والأدباء في بورت سودان فتعهد بالاستفادة منهم في تأهيل أبناء مدينة بورت سودان من الفنانين والموسيقيين من خلال إقامة ورش العمل لتعليم الموسيقى والتمثيل والإخراج الدرامي. رند الشيخ، الحدث. الزميل حسام الجبالي يلقاكم بعد دقائق. إلى اللقاء.